طيب النهارده في كنيورولوجي هناخد الاريز اوف سريبرال كورتكس. اريز اوف سريبرال كورتكس احنا قلناهم كده اختصارا المره اللي فاتت. عندنا الفرونتال، عندنا البارايتال، عندنا التمبرال، عندنا الاوكسيبيتال. الفرونتال اريا احنا قلنا اسمها اريا 4 اللي هي الايه الموتور اريا، وقلنا ان الفانكشن بتاعتها انيشيشن اوف فولنتري موتور اكتيفيتي. بس ناخد بالنا اوف ذا اوبوزيت سايد، initiation of voluntary motor activity of the opposite side of the body. طيب لو حصل ليجن يبقى هيبقى في motor affection اللي هو بقى الايه الهيميباريسيس زي ما هنشرح المره اللي فاتت، او ممكن نقول عليه motor paralysis. المره الجايه يعني المره الجايه الهيمبليجيا motor paralysis. تمام. طيب ممكن يحصل ايه تاني؟ ممكن يحصل due to irritation of the motor area or even حتى injury of the motor area يبقى في contralateral fits weakness fits اللي هي الايه epileptic attacks epileptic ايه attacks. تمام. يبقى دي frontal area اللي هي الاريا 4 initiation of motor activity in the opposite side of the body. Lesion يدي contralateral motor weakness أو motor paralysis، وممكن يدي كمان contralateral motor fits اللي بيتقال عليها motor Jacksonian fits. طيب ال premotor area هي area 6، الموتور area area 4 تمام، ودي اريا ايه؟ اريا 6. تمام؟ دي بتساعد الموتور ايه؟ الموتور اريا 4، بتساعد الموتور اريا 4. بتسبلاي البيراميدال اللي بتطلع من الموتور اريا. تمام؟ وشويه صم اكسترا بيراميدال، بس هي كمان للبيراميدال. لو حصل ليجن يدينا هايبرتونيا، وهي عشان البيراميدال، وهايبر ريفلكسيا. هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا برضه نفس الكلام في الاوبوزيت سايد اوف ذا بادي، اوبوزيت سايد اوف ذا ايه؟ اوف ذا بادي. طيب الاريا 8 تمام، خد بالك احنا بنتكلم عن الايه؟ عن الفرونتال لوب. فرونتال لوب ايه الموست امبورتنت ارياز؟ اريا 4 والبريموتور اريا 6 وفي 8 تمام، دي الموست امبورتنت ايه. وفي البروكس اريا اللي اريا 44، دي البروكس اريا بروكس. والاريا 8 دي مسؤوله عن الكونجوجيت اي موفمنت تمام. في حاجه اسمها الايه ال يعني البري فرونتال اريا، بس دول الموست امبورتنت اريا في الفرونتال لوب. اريا 4 طبعا دي مهمه جدا وبتساعدها اريا 6. ونيجي عند الاريا 8 في الكونجوجيت اي موفمنت، لو في اي سنترال ستروك او سنترال سيريبرال، في سيريبرال ستروك بيبقى في كونجوجيت اي موفمنت افكتد. لو الاريا 8 افكتد اللي اسمها الاريا اوف كونجوجيت اي ديفيشن، اريا اوف كونجوجيت اي ديفيشن، دي برضه كل حاجه سنترال او سريبرال بتبقى الكنترول ليها في الايه؟ في الاوبوزيت سايد. البروكز اريا دي المسؤوله على الايه؟ الموتور اريا اوف سبيتش. تمام؟ دي ريسبونسبل فور formulation انها تكون السبوكن ايه؟ السبوكن ووردز. تمام؟ موجوده كان زمان بيتقال ان هي
more in the dominant hemisphere, بس هي في الليفت هيمسفير في الرايت هاندد ايه رايت هاندد بيرسون في الرايت هيمسفير في الايه في الليفت هاندد ايه بيرسون. لو حصل فيها ليجن يحصل لنا موتور افيزيا او فيربال افيزيا، العين مش قادر يتكلم. موتور افيزيا العين فاهم وكل حاجه بس مش قادر فورميوليت الورد، مش قادر ايه الورد المعاني اللي في دماغه يترجمها في صوره ايه في صوره كلام، صوره ايه كلام. تمام، دي most important areas frontal ايه frontal loop. نروح على parietal loop. ال important area في parietal loop اللي هي sensory areas. parietal مسؤول عن الايه عن sensation. area واحد واثنين وثلاثة بيسأل عليها cortical sensory area. cortical sensory area كورتيكال سنسوري اريا دي المسؤوله بقى عن الكورتيكال بيرسبشن اوف كورتيكال سنسيشن. احنا قلناها المره اللي فاتت بيرسبشن اوف كورتيكال سنسيشن. ناخد بالنا اي حاجه فوق الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي اوبوزيت سايد اوف ذا بودي. تمام، طيب لو حصل ليجن في البارايتال اريا هيدينا سنسوري مانيفيستاشن كورتيكال سنسوري لوس في الاوبوزيت opposite side opposite cortical a cortical sensory loss opposite cortical a sensory loss. طيب هناك كان بيديني motor fits، هنا بيحصل حاجة اسمها sensory fits. sensory fits عبارة عن ايه احساس التينجلينج والنمبنس، برضو نفس الكلام في opposite side of the body. يبقى في البارايتال يدينا loss of cortical sensation the opposite half of the body، ممكن يحصل معاها sensory fits. طيب نروح على temporal loop. temporal loop ده المسؤول عن ال auditory او فيه ال auditory area. عشان كده لو في اي مشكلة في temporal loop يديك على طول auditory hallucination. auditory hallucination. طيب لو في ممكن يدي في مشاكل تانية، ايوه ان ال لو حصل severe destruction ممكن يأفكت الهيرنج، تلاقي في ايه decreased او impaired hearing، السمع بيتقفل ايه. تمام، طيب ما بيحصلش ديفنس. ليه ما بيحصلش ديفنس؟ لان النيرف بيبقى بايلاترالي ريبريزنتد. النيرف بيبقى بايلاترالي ريبريزنتد الا لو في بايلاترال ليجن ممكن عين يجي لك بديفنس، وده فيري رير. سنترال ديفنس وده ايه ده رير. تمام، يبقى التمبورال اريا دي الاوديتوري هالوسينيشن، ده نمره واحد. نمرة اثنين لو في ليجن يعني يبقى فيها الايه الاوديتوري، يحصل اوديتوري هالوسينيشن. لو باي لاترال وي ال يحصل ديكريزد في الهيرنج اكيوتي. لو باي لاترال ريجن وده رير يحصل ايه افكشن هيرنج لوس، لان بيبقى فيه باي لاترال ريبريزنتيشن للايه للفيستيبلو كوكلير. طيب الاوكسيبيتال لوب ده البرايمري فيجوال اريا او برايمري فيجوال لوب. الاوكسيبيتال لوب المين اللي مسؤول عن الايه عن الفيجن، ذا سنتر اوف فيجن. لو في مشكله حاجه من اثنين، لو في كومبليت ديستراكشن ادينا ايه فيجوال فيلد افكت، وده هنشرحه كمان شويه. كونترالاترال هومونيمس هيمينوبي. كونترالاترال هومونيمس ايه هيمينوبي. طيب لو جاست اريتيشن بس يعمل لي فيجوال هالوسينيشن. فيجوال هالوسينيشن يبقى الاوكسيبيتال لوب ده البرايمري فيجوال كورتكس، او فيها الاي كورتكس او اللوب ريسبونسبل فور فيجن. لو في اي اريتيتيف ليجن بيديني فيجوال هالوسينيشن، وفي ديستراكشن بيديني فيجوال فيلد افكت. كونترا لاترال ايه
فيلد ايه؟ فيلد افكت. طيب تعالوا نروح على الايه، الكرينيال نيرف. كرينيال نيرف هنقول نمره واحد، نمسكهم واحد واحد كده، الاولفاكتوري هو نمره واحد، نمبر 1 اللي هو المسؤول عن الايه، عن السميل، مسؤول عن الايه، عن السميل. طيب لو حصل ليجن، لو حصل ليجن في الاولفاكتوري نيرف، طيب اما يعمل لي انوزميا، ليجن انوزميا يعني بيشمش، الانوزميا دي ممكن تبقى يونيلاترال او بايلاترال. البايلاترال انوزميا غالبا غالبا تبقى ديو تو اي ان تي كوزز، اتروفيك راينايتس مثلا، يبقى غالبا لوكال كوز، لوكال ايه، لوكال. اليونيلاترال دي بقى الايه، بتبقى حاجه كرينيال يعني ليجن ان ذا كرينيال نيرف زي التروما مثلا، او انفلاميشن اوف ذا نيرف، او حاجه ايه، او حاجه سي ان اس، او تيومر عمل كومبريشن للنيرف زي الايه، زي المنجوم، زي الايه، منجوم. طيب اديني اولفاكتوري هالوسينيشن، في irritative lesion، irritation للنيرف، اديني olfactory hallucination. يبقى الأولفاكتوري نمرة واحد ده responsible for a smell. لو في مشكلة يبقى loss of air of smell. bilateral غالبا mainly بيبقى في local a local growth. unilateral بيبقى غالبا في CNS أو مشكلة في الكرينيال نيرف أو في الأي أو في الأولفاكتوري olfactory او بيحصل فراكشر تروما، تعمل فراكشر للبيز اوف ذا سكال، او في انجري للنيرف، او في بيزل مننجيتس انفلاميشن او ذا مننجيز، او في مننجيوما او ذا اولفاكتوري اولفاكتوري نيرف. نمره 2 الاوبتيك، الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف ده اللي مسؤول عن الايه، عن الفيجن. طيب الاوبتيك نيرف تعالوا كده ايه نتكلم شويه، نقول كلمتين على الباسوي. بيطلع من الريتنا، بعدين يعمل لك الاوبتيك نيرف، بعدين الاوبتيك نيرف عباره عن نيزل فايبر والايه والتمبورال، والتمبورال فايبرز. النيزل فايبر دي بتاخد الايه، التمبورال فيلد اوف فيجن، يعني كده ادي الاي، ده النوز، ده هنا ده الايه، ده النيزل، وده التمبورال، ده التمبورال، ده التمبورال فيلد اوف فيجن، وده النيزل، ده التمبرال. اللي بيشوف التمبرال النيزل، واللي يشوف النيزل التمبرال، وبالتالي النيزل دي النيزل فايبر، دي التمبرال فايبرز، دي التمبرال فايبرز اللي بتجيب النيزل فيلد، ودي النيزل فايبرز اللي بتجيب التمبرال. فالنيزل، النيزل فايبرز بتاخد الايه، التمبرال فيلد، والتمبرال فايبر بتاخد النيزل، النيزل فيلد، النيزل ايه، النيزل فيلد. تمام، النيزل، النيزل فايبرز بتمشي في الاوبتيك كيازم، بتكاسيت في الاوبتيك كيازم تو ذا اوبسيت سايد، يعني النيزل فايبر، النيزل فايبرز، النيزل فايبرز اللي هي ماشيه التمبرال بتكاسيت تو ذا اوبتيك، تو ذا اوبسيت ايه، اوبسيت سايد، انما التمبورال فايبرز تمشي في الايه، في السيم سايد. يبقى النيزل تاخد الايه، السيم الايه، النيزل فايبرز اللي هي بتدرين ال انا اسف، النيزل فايبرز بتكروس تو ذا اوبسيت سايد. نرسم رسمه ثاني. تمام، طيب يبقى ادي النيزل بتكروس تو ذا اوبزيت سايد،
النيزل فايبرز بتكروس تو ذا ايه؟ تو ذا اوبوزيت سايد. انما التمبورال التمبورال فايبرز بتباس تو ذا ايه؟ تو ذا سيم تو ذا سيم تو ذا سيم سايد اوف ذا اوبتيك تراكت. يبقى نقول كده الاوبتيك نيرف يعمل لنا الاوبتيك كيازم يعمل لنا الاوبتيك كيازم تمام. وبعد كده الاوبتيك الاوبتيك راديشن اوبتيك كيازم بعد كده الاوبتيك راديشن تمام. وبعد كده توصل للايه للاوكسيبيتال ايه للاوكسيبيتال كورتكس اوبتيك نيرف اوبتيك كيازم تمام. قبل الاوبتيك كيازم في حاجه اسمها الاوبتيك تراكت. بعدين الاوبتيك تراكت يدي الاوبتيك ايه راديشن يدينا الاوكسيبيتال ايه الاوكسيبيتال كورتكس. طب لو في ليجن في الكرينيال نيرف الاوبتيك نيرف. طيب ليجن في الاوبتيك نيرف نفسه يعني مثلا هنقول ده الفيجوال فيلد اهو تمام. لو حصل ليجن في الاوبتيك نيرف نفسه يدينا بلايندنس. يبقى ده نمره واحد لوس اوف اوبتيك نيرف يدينا ايه يونيلاترال يونيلاترال ايه بلايندنس لوس اوف فيجن. طيب نمره اثنين لو في ليجن في الاوبتيك كيازم يدينا حاجه اسمها باي تمبورال هيمي انوبيا. ده خد بالك ده الفيلد ده الفيجوال فيلد ده الفيجوال فيلد هدينا باي تمبورال ده التمبورال فيلد هدينا باي تمبورال هيمي انوبيا. طيب من اوبتيك كاز. طيب لو في ليجن في الاوبتيك تراكت ليجن في الاوبتيك تراكت ليجن في الاوبتيك تراكت هدينا كونترالاترال هومونيمس هيمي انوبيا. يعني ايه؟ يعني نفس الجنبين كده هومونيمس كونترالاترال كونترالاترال عشان سنترال سي ان اس هومونيمس هومونيمس سيمي انوبيا يعني سيم ان ذا سيم ايه ان سيم سايد. خد بالك ده تمبورال ما ينفعش اقول لك هومونيمس لان كل واحد ايه كل واحد في اتجاه في ناحيه انما دول في نفس الايه نفس الاتجاه فبنقول هومونيمس سيمي انوبيا تمام. نمره اربعه ليجن في الاوبتيك راديشن. الاوبتيك راديشن ده بيمشي جزء في التمبرال لوب جزء في البارايتال لوب تمام. تعال اقول لك ان البارايتال لوب لما نيجي نرسم اللوبس كده ده الفرونتال وادي البارايتال وادي الاوكسيبيتال وتحت التمبرال التمبرال وده الاوكسيبيتال. جزء بيمشي في البارايتال جزء بيمشي في الايه في التمبرال. الجزء اللي في البارايتال ده فوق فيبقى الليجن بتاعه ايه بتاعه في تحت. فلما يبقى في ليجن في البارايتال لوب نقول في البارايتال لوب اللي فوق تمام. يبقى يدي يبان الليجن في الوجه في الفيجوال فيلد فين يبقى نقول كونترالاترال تمام. هو فوق يبقى نقول لور كوادرانتك هيمي انوبي يعني بيبقى تحت لور تمام لور كده لور كوادرانتك يعني واخد ايه واخد ربع كونترالاترال يعني في الاوبزيت سايد لور كوادرانتك هيمي انوبي. انما التمبورال بيبقى اسمه كونترالاترال كوادرانتك هيمي انوبي ابر كوادرانتك هيمي انوبي اللي هي دي ربع الفيجوال فيلد بس فوق. ليه؟ لان التمبورال لوب تحت واحنا قلنا دايما بيعمل ايه بيعمل عكس. طيب لو كومبليت راديشن كومبليت انجري تمام يعمل لك كونترالاترال نجمع دول على بعض بقى نجمع الربع مع الربع يديك كونترالاترال هومونيمس هيمي انوبيا
اكنه بالظبط زي الايه، زي اللي قبله اللي هو الاوبتيك، الاوبتيك تراكت، اوبتيك ايه، اوبتيك تراكت كونترا لاترال هومونوماس هيمي انوبي. طيب لو في ليجن بقى في السنترال كورتكس زي ما قلنا من شويه بيدينا، ما هو تجمع الايه، تجمع الفايبرز، ففي الفيجوال كورتكس الاوكسيبيتال كورتكس بيدينا كونترالاترال هومونوماس هيمي انوبيا زائد ماكيولار سبير، لان الماكيولا ليها دبل بلاد سبلاي، ان الماكيولا فليجن لما نيجي نرسمه في الفيجوال فيلد ممكن تيجي ام اس كيو رسمه الفيجوال فيلد كده. كونترالاترال هومونوماس ادي الهومونوماس وادي الهومونوماس بس في الماكيولا سبيرد، فيبقى الفيجوال فيلد لوس بشكله كده سبيرد ايه، سبيرد ماكيولا. سبيرد ماكيولا تمام. ده ال second cranial nerve تمام. ال second cranial nerve اللي هو ال visual المسؤول عن ال vision اللي هو ال optic nerve، زي ما هو مسؤول عن ال vision في حاجة اسمها light reflex. light reflex تمام. ال light reflex ان انت لما تعرض ال eye للايت يحصل ايه؟ يحصل constriction، constriction of the same side و constriction of opposite side of the pupil of opposite side. ده بنقول عليه الدايركت وده بنقول عليه الاندايركت او الكونسنشوال او الايه الكونسنشوال. طيب انت لما بتنزل الامبلس او اللايت على الريتنا بيمشي الافرنت عن طريق الاوبتيك نيرف في اللايت ريفلكس. الافرنت تمام. طيب وبعد كده الافرنت يبقى الافرنت عن طريق الايه، عن طريق الاوبتيك نيرف. جميل. طيب بعد كده يحصل ريلي، ريلي في حاجه اسمها ايدنجر فيستفال نيوكلياي في البرين ستيم، في الميد برين، في الميد برين، في الايدنجر فيستفال نيوكلياي، ايدنجر فيستفال ايه نيوكلياي. بعد كده الايفرنت الراجع عن طريق الايه الثيرد كرينيال نيرف اللي هو الاوكيولو موتور. يبقى افرنت بالاوبتيك عشان ده ام اس كيو، وافرنت بالايه؟ بالاوكسوبيتال، افرنت بال وافرنت بالايه؟ بالايه؟ بالاوكسوبيتال، بالاوكسوبيتال. افرنت بالاوبتيك وريكارنت او الافرنت بالاوكيولو موتور، اوكيولو موتور، اوكيولو موتور اللي هو الثيرد سيرد كرينيال اي نيرف. والنيوكلياي اللي هو الريستنج بيحصل فين، او الريلي بيحصل فين، الريلي بيحصل فين، في الايدنجر فيستيفال نيوكليوس، في الايدنجر فيستيفال ايه، في الايدنجر فيستيفال، فيستيفال نيوكليوس. ده الايه، ده اللايت ريفلكس، ده بيجي ام سي كيو. يعني الفايبرز ما بتوصلش اللاترال جينيكوليت بودي. احنا قلنا هنا اقول لك تاني، ارجع تاني، ايوه الاوبتيك نيرف، اوبتيك كيازم تمام، الاوبتيك نيرف، بعد كده الاوبتيك كيازم، بعد الاوبتيك كيازم الاوبتيك تراكت. الاوبتيك تراكت بتريح قبل ما تدي الراديشن او بتريلي حاجه اسمها اللاترال جينيكوليت بودي، بعد كده تدي الاوبتيك راديشن. لا في اللايت ريفلكس مفيش لاترال جينيكوليت، قبل ما توصل الفايبرز لللاترال جينيكوليت بودي بتخرج وتروح على الميد برين وتعمل ريلي في الايدنجر فيستفال ايه، ايدنجر فيستفال نيوكليوس. طيب
طيب ناخد بقى الايه الثالث والرابع والسادس اللي هو الاوكيلوموتور. والتروكلير والابدوسنت. الثلاثة دول بيتحكموا في الايه؟ في الاي موفمنت. بيتحكموا في الايه؟ في الاي موفمنت. ليه؟ بنقول على الاكسترا اوكيولر اي موفمنت، اكسترا اوكيولر اي ايه؟ اي موفمنت. تمام. الاوكيلوموتور نيرف بيسبلاي كل الاكسترا اوكيولر ماسل ما عدا السوبيريور اوبليك، بيسبلاي بيديها التروكلير سوبير اوبليك وما عدا اللاترال ريكتس بيديها الايه؟ الابدوس. عشان كده الاوكيلوموتور تمام مسؤول عن ايه؟ عن كل الاي موفمنت ما عدا الحاجه اللي عملها التروكلير اللي هو الانورد اند داونورد. ده بيعملها الايه؟ ده بيعملها الايه؟ التروكلير. طيب والابدوسنت لاترال اللي هو الاوت. اي حركه تاني في الاي مسؤول عنها الاوكيلوموتور. يبقى التروكلير اللي هو السوبير اوبليك، ابدوسنت يدي اللاترال ريكتس، تروكلير مسؤول عن الانورد، انورد يعني ادي كده الاي، انورد اند داونورد. يبقى يجيب لك البيوبل هنا انورد اند داونورد. اللاترال ريكتس يبقى هنا وهنا. الاوكيلوموتور بيدي بقى باقي الايه؟ باقي ال باقي الاكسترا اوكيولار ماسل، مسؤول عن باقي الايه؟ عن باقي ال باقي النيرف. طيب لو حصل ليجن في الاوكيلوموتور تمام يدينا ديفكت في الموفمنت اللي بنقول عليه اوفثالموبليج. يدينا ايه؟ اوفثالموبليج. عشان كده هو بيرفع الايليد فوق عشان بيسبلاي الانفيرير، الانفيرير اوبليك والسوبيريور ريكتس. دول بيرفعوا الايه؟ بيرفعوا ال 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 بيرفعوا الايه؟ الاي لفوق. طيب عشان كده اول ما تلاقي العيان غير كده ان هو كمان بايه؟ بالاليفيتور البالبيبري سوبريوس بيعمل لها سبلاي. فلما يحصل ليجن في السيرد كرينيال تلاقي العيان عنده تورس، وتلاقي العيان عنده دايفرجنت سكوينت. ليه دايفرجنت؟ لان الميديال ريكتس ما بقتش شغاله، الميديال ريكتس شغاله بالاوكيلوموتور، اللاترال ريكتس هو اللي شغال، فتلاقي الاي واخده الايه؟ البوزيشن ده، فاللي اتقال عليه دايفرجنت، دايفرجنت سكوينت. ما دام عنده دايفرجنت سكوينت يبقى عنده ديبلوبيا. يشوف الحاجه، شوف الحاجه اثنين، شوف الحاجه اثنين. لما تلاقي العين عنده توزس يبقى تفكر على طول في الاوكيلوموتور، اوكيلوموتور نيرف. طيب هو خد بالك احنا قلنا من شويه ان لما بندي لايت ريفلكس بيعمل ايه؟ بيعمل كونستريكشن البيوبل عن طريق الثيرد كرينيال. لما اعمل ليجن للثيرد كرينيال يبقى ما فيش كونستريكشن، يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه ميدرياسس، ميدرياسس تمام، اللي هو معاه ايه؟ لوس اوف ايه؟ لايت ريفلكس. يبقى لما يحصل اوكيلوموتور نيرف ليجن يبقى فيه لوس اوف لايت ريفلكس، لايت ريفلكس يبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه كونستريكشن للبيوبل. طيب يبقى عكس الكونستريكشن دايليشن للبيوبل اللي هو ايه؟ الميدرياس. طيب التروكليير نيرف لو حصل فيه ليجن كلهم لما يحصل فيهم ليجن يبقى فيهم دبلوبي، ان بيحصل ايه؟ افكشن للايه؟ للاي، للاي موفمنت، للاي ايه؟ للاي موفمنت. طيب لو حصل ليجن في التروكلير نيرف بيبقى في ليميتيشن للاي انورد اند داونورد. الانورد والداونورد بيبقى ايه؟ بيبقى ليميتد، ما يعرفش ايه يبص لتحت. جميل. طيب لو حصل ليجن في التروكلير يبقى اللاترال جيز تبقى افكتد. اللاترال جيز اللي هو الاوتورد يبقى ايه؟ ليجن في الاوكيلوموتور يديك دايفرجنت سكوينت. دايفرجنت سكوينت اللي هو المنظر ده بتاع الايه؟ الفانكشن بتاعت الابدوسنت، ان اللاترال ريكتس شغاله. انما لو في ليجن في الابدوسنت بيبقى العيان عنده ايه؟ عنده ليميتيشن في الايه؟ في اللاترال، في اللاترال جيز او الايه؟ الاوتورد. ليه؟ لان اللاترال ريكتس تبقى ايه؟
تبقى impaired. طيب تعال نروح للفيفث كرينيال نيرف اللي هو trigeminal nerve. Trigeminal nerve ده المسؤول عن the sensation of the face وفي some motor function. Trigeminal nerve ده المسؤول عن the sensory affection of the face أو sensory supply of the face وفي إيه؟ وفي موتور وليه موتور إيه؟ موتور function. السنسوري ديفيجن أو الترايجيمينال نيرف بيتقسم ثلاثة ديفيجن بيسبلاي بيهم الإيه الفيس إما الأوفثالميك أو المكزيلري أو المانديبولر بيسبلاي الأريا أوف ذا فيس أراوند ذا أي أب أون ذا ماكزيلا عند الإيه عند المانديبول تمام بي سبلاي البين والتمبريتشر والتاتش والديب سنسيشن البين التمبريتشر والتاتش والديب سنسيشن تمام بياخد البين والتمبريتشر والتاتش والديب البين تمبريتشر بتروح على السباينال سنسوري نيوكليس في المدلة الأوبليه طيب الديب سنسيشن بيروح على حاجه اسمها ميزنكيفاليك نيوكليس في الميد برين الديب سنسيشن بيروح على المين في البونز على المين سنسوري نيوكليس في الايه في البونز عشان كده تلاقي السيرد كرينيال نيرف او تراجمينال نيرف متوزع على الايه على الثلاثه ليفلز ميدالا اوبلونجاتا ميد برين والبونز البين والتمبريتشر ميدالا اوبلونجاتا in the same side طبعا كله ipsilateral deep sensation في الميد برين والتاتش بيبقى في الايه طيب الموتور فانكشن موتور سبلاي بيطلع من البونز الموتور نيوكليس in the bone بيسبلاي الايه المسلز ماستيكيشن بيسبلاي مسل اوف ماستيكيشن طيب لو في ليجن يبقى هيأفكت السنسوري يبقى في سنسوري افكشن في الايه في الاريا سبلايد ان ذا فيس ويبقى في ويكنس في المسلز اوف ايه اوف ماستيكيشن بيبقى في ويكنس العين ما يقدرش يمضغ ايه يمضغ كويس العين ما يقدرش يمضغ ايه يمضغ كويس طيب في حاجات تانية تقول لي الترايجيمينال نيرف ليجن ايوه في حاجه اسمها الايه الريفلكس فانكشن او ريفلكس افكشن الكورنيال ريفلكس كورنيال ريفلكس حاجه اسمها البلاتال ريفلكس والجو ريفلكس الجو ريفلكس اصلا مش موجود لما يظهر الجو ريفلكس ده معناه بايلاترال upper motor neuron lesion of cranial nerve bilateral upper motor neuron lesion of cranial nerve طب الكورنيال ريفلكس لما تمشي حاجه على الكورنيا قطنه مثلا ولا اي حاجه بيبقى افرنت رايح بايه بالترايجيمينال والايفرنت بالفيشيال لو سيفنس كرينيال ايفرنت بالفيشيال لو سيفنس كرينيال طيب البلاتال ريفلكس لما تخبط البلات تمام المفروض الايه اللي قدام الهارت بلات اللي ورا السوفت بلات لما تخبط السوفت بلات يرفع لفوق تمام يحصل elevation للايه السوفت بلد ده افرنت بخمسه برضه بس افرنت بايه؟ بتنث كرينيال ايه؟ كرينيال افرنت بخمسه والافرنت بالايه؟ بالعشره يبقى الكورنيال ريفلكس ده ام اس كيو افرنت رايح يشيل السنسيشن للنيوكليوس بالتراجيمينال وراجع بالايه؟ السيفنث نقول فيشل عشان يقفل العين الابسي لاترال او البلاتال ريفلكس طبعا كله ابسي لاترال الكرينيال نيرف كلها ايه ابسي لاترال افرنت بخمسه وافرنت بايه افرنت ب 10 الجو ريفلكس افرنت بخمسه وخمسه رايح بخمسه وجاي بخمسه رايح ترانجيمينال راجع ترانجيمينال رايح ترانجيمينال سنسوري راجع ترانجيمينال ايه موتور راجع ترانجيمينال راجع تراجع من الايه طيب في حاجه اسمها فيشيال
فيشيال بين اللي هي حاجه اللي هي نفس الايه التعبير بتاع التراجمينال نيورونز. يعني بين بيحصل في الايه في السنسوري مانيفيستيشن بتاعه الايه بتاعه او البريفرال نيرف بريفرال سنسوري نيرف الاوفثالميك والماكسيلري والمانديبولار في ايه فيشيال اوف ذا فيشيال ايه التراجمينال نيرف. ده بيحصل بسبب نمره واحد هيربيتيك ليجن. يعني ايه فايرال انفكشن بالهربس ايه هربس سيمبلكس. ده بيحصل اكتر في الاوفثالميك ايه ثالميك ديفيجن. ده نمره واحد. نمره اثنين ده الموست كومن كوز اوف تراجمينال نيورالجيا. طيب تراجمينال نيورالجيا ده ديفرنشال دايجنوزس لايه للفيشيال الفيشيال بين فيشيال ايه فيشيال بين. كوز اوف فيشيال بين يعني وجع في الفيس ساينوسايتس تمام او دنتال حاجات في الاسنان او هيدج كلاستر ايه كلاستر دي الكوز اوف فيشيال بين. تراجمينال نيورالجيا موست كومن فايرال انفكشن تمام. طيب في حاجات تانية غير الفايرال انفكشن؟ ايوه ممكن يحصل كومبريشن للنيرف زي التيومر او كومبريشن للنيرف باي ايه باي انيوريزم باي انيوريزم تمام. التريتمنت تريتمنت اوف ذا كوز تريتمنت اوف ذا كوز اللي هو مينلي بيبقى ايه بيبقى سيرجيكال سيرجيكال عشان ايه لو في تيومر كومبريسنج او لو في انيوريزم دايلاتيشن. طيب سيمبتوماتيك لحد ما نعمل بقى العمليه بندي انتي ابيليبتيك لو بندي الكاربامازيبين او تدي الانالجيزيك تمام. تدي الايه الكاربامازيبين او ممكن ندي اي نوع من الايه من الانالجيزيا اي نوع من الانالجيزيا. يبقى ده الايه ده التراجمينال ايه التراجمينال نيورولوجي تمام. عشان ما نكترش في الفيش في الكرينيال نيرف اخر الباقي النيرف يعني هنقولهم المره الجايه مع البدايه بتاعه الايه الهيميبليجيا. يبقى احنا كده نبقى خلصنا تقريبا النيورو اناتومي كلمتين بساط بيجيب لنا حاجات بسيطه في الامتحان سواء كان ام اس كيو او ايه او كيس تمام. يبقى فاضل لنا كده الايه اخر خمسه كرينيال نيرف. طيب نروح بقى على الايه على النيفرو. احنا قلنا المره اللي فاتت الكوزس اوف اكيوت كيدني انجري قلنا البريرينال وقلنا البوسترينال وقفنا على الانترنسك رينال. قلنا الانترنسك رينال بتبدا من البلاد فيسل بعد كده الجلوميرولس بعد كده التوبيولز بعد كده الانترستيشيوم. يبقى عندك الرينال ارتري ستينوزس يعمل لنا ايه ممكن يعمل لنا اكيوت تيوب يعمل لنا اكيوت كيدني اكيوت كيدني انجري او التي تي بي والهيموليتك يوريميك سيندروم والدي اي سي. ليه؟ لانها بتعمل اوكلوجن للسمول بلاد فيسل سمول برانشز اوف ذا رينال ارتري تمام. فبتدينا اكيوت كيدني انجري. يبقى دي الكوزس نمره واحد كوزس ان ذا بلاد فيسل رينال ارتري ستينوزس. نمره اثنين تي تي بي هيموليتك يوريميك سيندروم. نمره 3 الاي دي اي سي ونفس الباثوجينيسيس اللي بيحصل اوكلوجن باي مايكرو ثرومباي في الايه في السمول بلاد فيسل. الجلوميرولاي زي الايه الجلوميرولونفرايتس سواء كانت نيفروتيك اكتر او ايه او نيفروتيك. سم كوزس اوف نيفروتيك ممكن بروجريس تو كيدني انجري. النيفروتيك هنشرحها في النيفروتيك سندروم معظمها ايه فاسكولايتس سواء كان برايمري فاسكولايتس او سكندري فاسكولايتس. برايمري فاسكولايتس زي العيانين اللي عندهم حاجه اسمها جود باستشر سندروم او البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس او الفاجينال جرانيوماتوزس. السكندري افكت على الكيدني اللي هو عن طريق الايه سيستميك لوبس. التوبيولز اللي هو الاكيوت توبيلر نيكروزس. الانترستيشيوم زي الاكيوت انترستيشيال نيفرايتس. الانترستيشيال نيفرايتس موستلي كوزد باي دراجز زي الايه النون ستيرويدال اللي هو بيبقى هايبر سنسيتيفيتي رياكشن للايه للدراج. الاكيوت توبيلر نيكروزس نوعين اما اسكيميك او ايه او توكسيك. اسكيميك اللي احنا قلنا مره فاتت لو بيرسيستنت اوف بريرينال يعني البريرينال كوز ما تصلحش فعمل عمل اسكيميا
للرينال تبول دخلها في اكيوت تيوبولر ايه نكروز. توكسيك زي دراجز، او بنقسمها لاندوجينوس واكسوجينوس. اكسوجينوس توكسين زي الايه، زي الامينوجلايكوزايد، ومين تاني، والداي الايونايزد داي، العيانين اللي بياخدوا ايه، اللي بياخدوا صبغه، الاشعاعات اللي بالصبغه. اندوجينوس زي العيانين اللي عندهم ديستراكشن في الريد بلاد سيل، ديستراكشن في المصل، اللي هو الايه، الهيموجلوبينوريا والمايوجلوبينوريا، اللي هو زي الرابدومايوليسيس والهيموليتيك، الهيموليتيك انيميا، انترافاسكولار هيموليتيك ايه انيميا. تمام. ايه اللي بيحصل؟ ان لما بيحصل انجري للاكيوت تيوبولار نيكرو للتوبيول، بيحصل شيدنج للسيرفيس ابيسيلم انسايد التوبيول، فبيحصل كومبليت اوبستراكشن. دي بنقول عليها الاوليجوريك فيز، اوليجوريك ايه فيز. تمام. لما يحصل تريتمنت للكوز، التوبيولز بيحصل لها ريجنريشن. جميل. وبيحصل ريموفال للكلوتس او للسيلز اللي قفلت التوبيول، عن طريق ان اليوريا عاليه في البلد. تمام. فبتزيد الاوزمولاريتي بتاعت الايه، بتاعت الفلويد اللي موجود في الجلوميرولاي، فبيزيد الايه الفلويد بريشر انسايد التوبيول، فبيسحب او بيزق الايه الاوبستراكتد obstructing epithelial masses في الايه، في اليومن اوف ذا توبيول، فبيدخل العيان في البوليوريك فيز. الاوليجوريك فيز العيان يدخل بقى في الايديما والبالمونري كونجيشن، تمام، والهايبرتنشن، عشان فلويد ما بتخرجش. تمام. انما البوليوريك فيز تلاقي العيان عنده بوليوريا، يدخل في الكترولايت امبالانس ودي هايدريشن. الفيز الثالث او الثيرد فيز من اكيوت تيوبولار نيكروزس، ان بيحصل ريجينريشن للتوبيولز. لما يحصل ريجينريشن للتوبيولز، بيحصل ريجينينج للايه، ريجينينج للفانكشن اللي هي السكريشن والري ابزوربشن. يحصل ريجينينج للسكريشن والري ابزوربشن فانكشن اوف ذا ايه، اوف ذا توبيول. تمام. يبقى ده الكوزس اوف انترنسيك، او الكوزس بتاعت الاكوت كيدني انجري، والباثوجينيسيس بتاعت الاكوت تيوبولار نيكروز. نمره واحد، ان بيحصل اوبستراكشن باي ذا شيدد ابيثيليوم. نمره اثنين، لما بيحصل انجري للتيوبس اللي هو الثيوري الثانيه، ان بيحصل فازو كونستريكشن انترا جلوميرولار بلاد فيسل. تمام. او الانترا رينال بلاد فيسل بيحصل فيها ايه، فازو كونستريكشن، فبيقل البلاد فلو للكيدني الجلوميرولاي، وبالتالي يقل الايه الجلوميرولافلتيشن، الجلوميرولافلتيشن ريت، فبيحصل الايه الاوليجوريا. بتحصل ايه الاوليجوريا؟ يعني احنا قلنا الاوليجوريا بتحصل بسبب ان بيحصل اوبستراكشن للتوبيول. طيب السبب الثاني، بيحصل ايه، انترارينال فازو كونستراكشن، انترارينال فازو ايه، فازو كونستراكشن. طيب تعالوا نروح للانفستيجيشن، نطلبها في عيان الاكيوت كيدني انجري انفستيجيشن. احنا قلنا الانفستيجيشن بتاعتنا في الميديسن بصفه عامه بيزك، تو دايجنوز تو ديتكت كومبليكيشن. خد بالك دي الانفستيجيشن في كل رينال ديز اوردر. بنطلب سي بي سي، بنطلب الانفلاماتوري ماركر اي اس ار او سي ار بي. الانفلاماتوري ماركر بتعلم على الانفكشن زي الدي اي سي، او بتعلم على الاميون ديزيز زي الايه سيستميك لوبس. طيب تو دايجنوز، تو دايجنوز اكيوت كيدني انجري. تمام. طيب بنعمل الكيدني فانكشن تيست، ونعمل يورين اناليسيس. تمام. ونعمل ايميجنج للكيدني فور كيدني. جميل. تمام. ونعمل يبقى ده تو دايجنوز الرينال فيلير او الكيدني انجري. طب تو دايجنوز ذا كوز، نعمل الاميون ماركر زي الاي ان اي والدي ان اي والسي 3 والسي 4 والانكا اللي هو السي والبي انكا عشان الفاجنر والشيرج ستراوس. طيب ده كل ده هنقوله بالتفصيل في الاكيوت جلومينا فرايز. تمام. نعمل
دوبلكس على الرينال ارتري عشان الرينال ارتري السينوزس. تمام. طيب نعمل يورين كلتشر اند سنسيتيفيتي، كلتشر سنسيتيفيتي عشان البايلونيفرايتس، ممكن تعمل لي اكيوت كيدني انجري. لو ما فيش حاجه خالص يبقى نعمل رينال بايوبسي، نعمل رينال انجري بايوبسي. دقيقتين بالظبط كده، يعني دقيقتين وهرد وهرجع لكم تاني، معلش. طيب احنا كنا بنقول الانفستيجيشن بتاعت الايه الاكيوت كيدني انجري. احنا الانفستيجيشن في الميديسن ان جنرال بنقسمها بيزك تو دايجنوز، تو دايجنوز الكونديشن، تو دايجنوز ذا كوز اوف ذا كونديشن. تو دايجنوز ذا كونديشن، هنا عندنا الاكيوت كيدني انجري او الكرونيك كيدني ديزيز او النفريتك او النفروتك سندروم. تمام، كلهم نفس الايه نفس الترتيب نفس الكلام، بس الكلام اللي جوه الانفستيجيشن هو اللي هيختلف حاجات بسيطه. To diagnose the complication أو to detect the complication اللي عبارة عن acceptable electrolyte imbalance، الacidosis بالarterial أو venous blood gas، الcongestion أو pulmonary congestion بالchest X-ray، والعيان بيجي لك deteriorating conscious level، deteriorating conscious level، الacidosis زي ما قلنا في DKA تعمل لك low conscious level أو disturbed conscious level، فلازم تعمل CT brain to exclude CNS codes. دي الكومبليكيشن دي ثابتة في كل الكيدني ديزيز. الانفستيجيشن هنقولها ثابتة في كل الايه الكيدني، الأكيوت كيدني انجري، كرونيك كيدني ديزيز، نفريتك، النفروتك، كلهم هتعملهم كيدني فانكشن تيست، كلهم هتعمل يور اناليسيس، تعمل الترا ساوند للكيدني أو imaging للكيدني سواء الترا ساوند أو CT scan. تمام، كلهم هتعمل لهم الاميون ماركرز، كلهم هتعمل لهم دوبلكس على الرينال ارتري، كلهم هتعمل لهم يورين اناليسيز اند كلتشر سنسيتيفيتي عشان تو دايجنوز بايلونيفرايتس او الانفكشن. كلهم لو في الاخر ما فيش اي سبب واضح هتاخد الرينال بايوبسي. طيب تعال نروح على الكيدني، وقلنا في الكومبليكيشن هنعمل الكترولايت. معلش انا اسف، ثانيه واحده وارجع لكم تاني. نرجع تاني معلش. طيب بالنسبه للكيدني فانكشن تيست اللي هي عباره عن الايه البلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين، تمام، الاثنين هيبقوا ايه اليفيتد سواء كان في البري رينال او في الانترنسك رينال او في البوست رينال، بس البري رينال بتبقى الريشيو اعلى من البلاد يوريا نيتروجين على الكرياتينين اعلى من 20 الى 1. بس ده المهم بالنسبه لنا في الايه في البري رينال. في الانترنسك رينال البوست رينال بتبقى اقل من 20 على ايه من 20 على 1. طيب يبقى ده بالنسبه للايه للكيدني فانكشن تيست increased both creatinine and ايه and blood urea nitrogen او اليوريا، بس في البري رينال تبقى الريشيو اعلى من ايه من 20 الى 1. نمره 2 اليورين اناليسيس. اولا العيان بيبقى اوليجوري سواء كان بري او بوست او ايه او انترنسك رينال. طيب لو في جلوميرولار ليجن، لو الجلوميرولار هو الجلوميرولاي هي الكوز، هتلاقي عندك بروتين في اليورين، هتلاقي عندك بروتين ايه بروتين في اليورين. طيب نمر ايه تاني، لو الجلوميرولاي هي الكوز هتلاقي عندك ريد بلاد سيل اند ريد بلاد سيل كاست، هتلاقي عندك ايه ريد بلاد سيل ايه ريد بلاد سيل كاست. طيب لو العيان عنده اكيوت انترستيشن نيفرايتس، تمام، هنلاقي وايت بلاد سيل كاست. طيب لو العين نفروتك هتلاقي زائد البروتينز هتلاقي فيه فاتي كاست، هنلاقي ايه فاتي ايه فاتي كاست. تمام. طيب البري رينال بيبقى اكتر عنده كمان هاي لاين كاست، بيبقى فيها هاي لاين ايه هاي لاين كاست. طيب في حاجه اسمها الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم الاف اي ان اي، في البري رينال بيبقى اقل من 1%. ليه اقل من 1%؟ عشان التوبيولز لسه شغاله، فبيحصل ري ابزوربشن للصوديوم والايه والفلويد عشان يعوض الايه البري رينال ديكريز او الديكريز في الانترافاسكولار ايه الانترافاسكولار فوليوم، فتلاقي الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم قليله، وبالتالي تلاقي اليورين اوزمولاريتي عاليه.
اللي بيحصل ري ابزوربشن للووتر فبيحصل كونسنتريشن للايه؟ للالكترولايت. في العيانين انترنسك رينال هتلاقي الفراكشن اكسكريشن اوف صوديوم بينزل في اليورين عادي، صوديوم بينزل فتلاقي اكتر من 1%، وهتلاقي اليورين اوزمولاريتي قليله في الايه؟ في الانترنسك رينال، اقل من 500 تقريبا، اراوند ايه؟ اراوند 300. تمام، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الصوديوم في البريرينال في اليورين قليل، اقل من 20، في الانترنسك رينال اكتر من 20، او ايه سبيسيفيكالي يبقى اكتر من ايه؟ من 40. تمام، يبقى العيانين بيبقى الفراكشن عشان دي ام اس كيو، في البريرينال فراكشن اكسكريشن اوف صوديوم اقل من 1%، في الانترنسك رينال بيبقى اكتر لان مفيش ري ابزوربشن، الاوزمولاريتي بتبقى اعلى عشان بيحصل ري ابزوربشن للووتر. تمام، في الانترنسك رينال لا تبقى اقل من الايه؟ من البريرينال، والصوديوم بيبقى قليل في اليورين في البري رينال وبيبقى عالي في الايه؟ في الانترنسك رينال، اقل من 20 في البري رينال واكثر من 20 او اكثر من 40 في الايه؟ انترنسك. لما تعمل الترا ساوند على الكدني، اهميه الالترا ساوند تو اكسكلود، تجيب لك سؤال ام اس كيو تو اكسكلود بوست رينال كوز او بوست رينال اوبستراكشن. نفس الكلام ممكن تعمل سي تي على الايه؟ على اليورينري سيستم عشان تو اكسكلود بوست رينال اوبستراكشن. دي اهميه الالترا ساوند انه تو اكسكلود بوست رينال اوبستراكشن. طيب دي الكيدني فانكشن واليورين اناليسيس، والايمجنج ثابت في كل الايه؟ في كل الكيدني ديزيز. طيب بالنسبه للكوز قلنا نعمل الاميون البلد تيست، نعمل فيها الاميون ماركر، نعمل رينال ارتري دوبلكس عشان رينال ارتري ستنوزس، نعمل يورين كلتشر اند سنسيتيفيتي عشان البصل العينين عندهم ايه؟ اكيوت انفكشن رينوفرايتس. في الاخر خالص لو ما فيش ابيرنت كوز يو كان تيك رينال بايوبسي لو الاكيوت كيدني انجري برولونجد اند نوت دايجنوست برولونجد اند نوت ان دايجنوست. طيب الالكترولايت هتلاقي البوتاسيوم يوجوالي العيان بيبقى ايه؟ هايبركاليميك هايبر فوسفاتيميك. الكالسيوم بيبقى نورمال اور مايلد لو. حتى الهيموجلوبين في السي بي سي ممكن يبقى نورمال، وده بعد لما نيجي ناخد الكرونيك كيدني ديزيز في حاجات كده تفرق لك ما بين الاكيوت والكرونيك، منها الكالسيوم في الكرونيك بيبقى لو، الهيموجلوبين في الكرونيك بيبقى لو، الالترا ساوند في الكرونيك بيبقى له ايه؟ سبيسيفيك بيكتشر بالنسبه للايه؟ للكيدني. تمام؟ طيب نمرة 2 الارتيريال او الكيدنس بلاكيز، هتلاقي العيان عنده هاي اناين جاب ميتابوليك ايه؟ اسيديميا او اسيدوزس، هاي اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس. شفت اكس راي عشان البلمونري اديما او البلمونري ايه؟ بلمونري كونجكشن. تمام؟ وقلنا في الاخر عشان العيان بيجي لك بلير ديستربت كونشس ليفل او لو كونشس ليفل تعمل له سي تي برين تو اكسكلود لوكال كوز تو اكسكلود لوكال كوز. تمام. طيب في سؤال بيجي لك يقول لك العيان اكيوت تيوبولار نيكروزس بيبقى عنده انهي نوع من الكاست؟ تبقى اسمها جرانيولار كاست، تبقى ايه جرانيولار كاست؟ عباره عن ايه؟ براون او يقول لك ماضي كاست بيتقال عليها ليه جرانيولار كاست عشان بتيجي في الايه؟ في الام سي كيو. البري رينال بيبقى فيها هاي لاين كاست، حلو. الاكيوت تيوبولار نيكروزس بيبقى فيها جرانيولار كاست. طب الجرانيفرايتس بيبقى فيها ريد بلاد سيل كاست، ده في النفريتك. تمام. طيب في النفروتك بيبقى الفاتي كاست. الانترستيشن نفريتس بيبقى عندها الوايت بلاد سيل كاست، الوايت بلاد سيل ايه كاست. والاكيوت انترستيشن نفريتس دي هناخدها في عنوان لوحدها، بيبقى معاها ايزينوفيلز في البلد وايزينوفيل في اليورين، ايزينوفيلوريا اند ايزينوفيليا وايزينوفيلوريا. تمام. طبعا البوست رينال مفيش كاست خالص، خلاص مفيش اي ايه ريد بلاد سيل ولا وايت بلاد سيل ايه ولا وايت بلاد سيل ايه ولا وايت بلاد سيل كاست. طيب الالكترولايت من ضمن، احنا قلنا البوتاسيوم وقلنا الفوسفورس وقلنا الكالسيوم، ما ننساش الصوديوم. ليه؟ لان العيان في خاصه لما العيان الاكيوت تيوبولار نيكروزس الاوليجوريك فيز، تمام، بيبقى عندهم هايبر فوليميا ما بيخرجش بول، فبيبقى عنده حاجه اسمها دايليوشنال هايبوناتريميا. دايليوشنال هايبوناتريميا. تمام.
يبقى احنا كده خلصنا الانفستيجيشن في عينين اكيوت كيدني انجري، اللي هي نفس الانفستيجيشن في عينين كرونيك كيدني ديزيز، نفس الانفستيجيشن في النفروتيك، نفس الانفستيجيشن في النفريتيك، نفس الانفستيجيشن في الاكيوت انترستيشن نفرايتس، نفس الانفستيجيشن في الاكيوت بيون نفرايتس، هي نفس السكيم بس هتغير حاجات معينه اكوردنج تو ذا ايتيولوجي. ان شاء الله باذن الله الحد الجاي نكمل الكرينيال نيرف وناخد شويه في الستروك والهيموبليجيا، ومعاهم نقول المانجمنت بتاعت الايه بتاعت الاكيوت كيدني انجري، وشويه حاجات كده على الاكيوت كيدني انجري نختم بيها الايه الاكيوت كيدني انجري. يبقى احنا بالاكيوت كيدني انجري نبقى خلصنا 25% من النفرولوجي. النفرولوجي عباره عن اكيوت كيدني انجري، كرونيك كيدني ديزيز، نفريتك ونفروتك يومنفرايتس، وسم اذر سم اذر ايه اذر كونديشنز. جميل، ان شاء الله نتقابل الاحد الجاي باذن الله تعالى في نفس المحل ان شاء الله.